السادة المسافرين عبر الخطوط الملكية، نود إعلامكم بأننا الآن نحلق فوق الأراضي الفلسطينية. لكل مشتاق لمدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية، تستطيعون الآن رؤيتها من يسار النافذة. تستطيعون رؤية المسجد الأقصى وقبة الصخرة بلونها الذهبي والحرم القدسي الشريف. مطار الطائرة وتمر فوق مدينة بيت لحم، مهد المسيح إلى رام الله، وصولا إلى أقصى الشمال من مدينة طولكرم وجنين حتى حيفا وعكا، وصولا إلى شواطئ وسواحل البحر الأبيض المتوسط. مدة رحلة ساعتين، وصولا إلى الوجهة النهائية إلى مطار فرانكفورت الدولي. نتمنى لكم رحلة آمنة للجميع إن شاء الله.